دكتور ياسر، عايز اعرف راي حضرتك في الناس اللي بتتكلم على ان البرلمان يكون هو البديل لميدان التحرير، هل انت شايف ان البرلمان القادم يبقى هو البديل لميدان التحرير؟ الى حد ما يعني انا مش معترض على البرلمان، وان البرلمان يبقى سلطه من ضمن السلطات، والميدان اصله ما بقاش لسه ما بتكلم على التحرير، بتكلم على موقع جغرافي. انا شايف انه ميدان التحرير بقى له معنى اكبر من كده، فكرة انه الشارع، يعني فكرة الرأي العام، فكرة الناس، فكرة المواطن اللي لما يلجأ للقانون وما ياخدش حقه ويلجأ للسلطة وما ياخدش حقه، عنده السلاح الدائم والباقي في يده. طيب كلمة ورأي حضرتك في موضوع الاحتفالات ب 25 يناير، هناك من يدعو إلى الاحتفال وهناك تجهيزات كبيرة أن يبقى فيه طيارات وتلقي ببلالين وأشياء من هذا القبيل، وهناك من يقول أن هذه طريقة غير طيبة لهذه الثورة، وخاصة أن لسه أهالي الشهداء لم يأخذوا القصاص من أي شخص حتى الآن، وكله بينادي باستكمال الثورة. أنا ممكن أقول لك إجابة وأنهي بيها كلامي. يعني أنا رافض الذين يريدون الاحتفال، ورافض الذين يعني يريدون أي شيء يوم 25 يناير لسبب بسيط جدا. 25 يناير 2011 ده كان يوم أو موعد قيام ثورة مصرية، حتى الآن لم تكتمل الثورة ولم تستقر الثورة ولم تحقق أي نتيجة بعد. يعني فأنا لا فاهم يعني إيه الاحتفال، ولا فاهم يعني هي في ذكرى سنويه بتبقى عند المصريين في حالات الوفاه، فاذا كانت الذكرى السنويه لثوره 25 يناير يبقى ماشي، لكن ما فيش احتفال لسه ب 25 يناير. حفل تأبين. طب انا عايز اخد حضرتك في سكه جبهه الابداع المصري اللي بتتشكل الان، هل انت شايف ان في خطوره على الابداع والثقافه المصريه لذلك تتشكل هذه الجبهه؟ انا مع تشكيل الجبهه، لكن شايف انه في مبالغات في المخاوف من الاسلاميين. الإسلاميين ليسوا ضد الإبداع بمثل هذا الشكل، ولكن يجب الحفاظ على الإبداع. وقلت رأيي قبل كده أنه في ظل الحكم الإسلامي المتشدد في إيران، إيران خدت 145 جائزة سينمائية عالمية في العشرين سنة الأخيرة، فالمسألة ما هيش، لكن في خوف مبالغ فيه، لكن أنا برضو مع تشكيل الجبهة ومع الدفاع عن حق الإبداع لكل الناس، وحق الإبداع اللي هو مش مقصود به حق الإبداع الفني فقط، حق الإبداع الصحفي، حق الإبداع الفني والرياضي، وحق الإبداع العلمي. يعني ما مش عايزين برضو نختصر الأمر على إن إحنا بندافع عن ممثل وممثلة، لا، إحنا بندافع عن حق الإبداع، والإبداع دي كلمة فضفاضة تتسع لحاجات كثيرة جدا. شكرا. أشكرك.